فنطلع زي ما حكينا هاي المادة Industrial Power, Electronics and Storage. في عندنا مجموعة من الأشياء هون. Industrial Power, كلمة Industrial كان يمكن الأصح إنها تكون Electrical. فراح أحط أنا هون بين قوسين Electrical. Electrical Power. رغم إنه بدخل أشياء أخرى بس هي بشكل رئيسي هي Industrial Power. هلا هون زي ما حكينا إحنا بنركز في كلمة Power على Generation, Transmission, Distribution. راح احطها كمان هون كلمة power, electrical power. And distribution. تمام؟ هلا في عندنا كلمتين مهمات في الليرنينج اوتكم الاول. الليرنينج اوتكم الاول في عندنا كلمة demand والكلمة الثانية اللي هي production اللي هي كأنها supply. فأحد الأشياء المهمة اللي بندرسها بالليرنينج اوتكم الاول إنه أنا عندي في عندي energy demand في طلب، مين اللي بيطلب الانرجي؟ مين بيحتاج يستعملها؟ الناس يعني مش هيك؟ المجتمع بشكل عام. طبعا الديماند ممكن يكون ريزيدنشال سكني، ايش ممكن يكون كمان؟ اندستريال، ممكن يكون كوميرشال. ممكن يكون ريزيدنشال سكني، كوميرشال تجاري، ممكن يكون اندستريال. تنزود هذا الديماند ايش لازم نعمل؟ بنعمل انرجي برودكشن اللي هو من هون اجت كلمه سبلاي، سبلاي اند ديماند. فحتى ازود هذا الديماند حتى اغذي هذا الديماند وايش لازم يكون في عندي؟ لازم يكون في بيرفكت بالانس بين في اي لحظه من اللحظات في الشبكه الكهربائيه لازم يكون عندي بيرفكت بالانس ما بين السبلاي والديماند. لانه الطاقه الكهربائيه ما بقدر ما في طريقه اخزنها او حاليا في الشبكه الحاليه ما في طريقه اخزنها مضبوط؟ اللي بولده لازم استهلكه بنفس اللحظه. حاليا ما عندي، هلا ممكن مستقبلا يصير في methods of storage. فالديماند والسبلاي. يعني ما بصرفه بكون بروح ويست. تمام. يعني راح يسبب لي مشكله اذا انا بحتاج كذا ميجا وات. مثلا 5 جيجا وات في اللحظه هاي. ورحت اتولدت 5.1 جيجا وات. ال 0.1 جيجا وات الاضافيه ما راح استفيد منها. ومش بس هيك راح ممكن تسبب انستابيليتي على الشبكه. شو لازم اعمل مباشره؟ لازم انزل السبلاي تبعي ل 5 جيجا وات حتى يتساوى مع ال 5 جيجا وات اللي موجوده. ما راح تروح الزياده هذه الطاقه الاضافيه او القدره الاضافيه ما راح تتخزن. اوكي؟ هون بتيجي نقطة مهمة، ايش هي؟ ايش الكلمة؟ مين بيعرف الكلمة؟ بين السبلاي والديماند، ايش لازم أعمل؟ ماتشنج. اي لحظه لازم اكون عامل مانجنج ما بين السبلاي والديماند. هذه نقطه مهمه ولازم يكون في عندي دراسات مستمره ادرس قديش بتوقع الديماند راح يكون بكره، قديش راح يكون الديماند عشان انا اجهز حالي واعمل سبلاي كافي ومناسب. بدي اكون عامل دراسه واضحه إيه؟ قديش عندي الديماند بتوقع يكون، شو اسباب، شو الاشياء اللي ممكن تاثر على الكتريكال ديماند مثلا. شو في امثله اشياء ممكن تاثر على الديماند بكره؟ ممكن مثلا درجة الحرارة. درجة الحرارة ممتاز، إذا الطقس ممكن يأثر على درجة الحرارة، يعني الديماند هو function of مثلا temperature weather.
ممتاز is a time of day. والتايم حتى بالأسبوع يعني I think إنه ممتاز المصانع. ممكن يكون الخميس مختلف عن الجمعة. مش هيك؟ ممكن إذا كان عنده عطلة يختلف عن يوم مش عطلة. مش هيك؟ is a time of day, time of week, time of year. يمكن يكون عيد holiday مش هيك؟ ومستقبلا إيش بيصير بعد سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين؟ مش هذا الديماند ممكن يبدأ يزيد؟ فعندي حتى population مثلا راح تبدأ تزيد population الأماكن اللي موجودة فيها population style of living تبع population طريقة حياة population أوكي زاد البيت بدل ما كان في كل بيت في كونديشن واحد صار في ثلاث كونديشنات مثلا اوكي يصير في عندنا ثلاث بواحد زاد نظام بياخذ طاقه زياده عفوا ايش سؤالك ممكن يصير عندنا ثلاث بواحد من الكومبوننتس تبعت النظام فيروح عندنا طاقه زياده ممتاز اذا ممكن يكون عندي واحدة من محطات التوليد خربت وتعطلت مش هيك فبدي اعمل شيء كمان هذا بالنسبه للسبلاي هذا الدور راح يزيد الحمل على البقيه صح طبعا وفي خطر انه يطفي السيستم كله اذا ما كنت مجهز حالي تمام افرض انا حاسب بالضبط عندي 5 جيجا وات و5 جيجا وات اجى تعطل الجهاز عندي وطلع من الخدمه لسبب معين صار في عطل او مشكله اذا ما استعجلت بسرعه وكان عندي خطه راح يبدا يفشل النظام كله او ايش بدي اضطر ابدا اعمل بدي اصير اطفي من الديماند افصل مناطق معينه هذا بنسميه لود شيدنج لود شيدنج ببدا اطفي احمال معينه بفصل احمال معينه لانه انا ما فيش عندي بدي انقذ الشبكه الوطنيه كلها فبطفي احمال معينه بضحي بهاي الاحمال لفتره معينه لعبين ما احل المشكله تمام السبلاي طبعا السبلاي ايش فانكشن اوف ايش على ايش بعتمد السبلاي تبعي كميه المحطات تمام زي المحطات التقليديه خلينا لأنه بدنا نحكي شيء تاني هلا هيك مش هيك؟ نحكي المحطات التقليدية إذا عندي هون supply الكل عارف الإف هذه إيش؟ function of إذا هون conventional generating units إيش كمان؟ سعر الفيول أو الأويل ماشي يعني نعتبرها كلها الكونفنشنال يونتس اللي موجودة والفيول اللي موجود فيها وكميتها لهذا ايش كمان عندي؟ علي صوتك الطريقة لهذا ماشي اوكي الميثود يعني او جنريشن او هذا اوكي يمكن هسه مع مثلا اي حدا بيكون شابك مثلا طاقة شمسية هذا هسه بيقدر تمام اذا انا عندي هون الرينيوبل فكمان انا بدي اتوقع شو الرينيوبل والرينيوبل اصعب التنبؤ فيه ليش؟ عشان بيعتمد بسرعة الوزر تمام في كلمة راح أحطها وراح نحكي عنها بتفصيل أكثر intermittent إيش بالعربي؟ متقطع في intermittence فعندي هون الميثود renewable زي إيش مثلا؟ solar PV أو solar wind تمام أوكي هاي الأشياء مثلا بتعتمد عليها conventional رينيوبل واشياء اخرى انا مهمتي قبل بوقت اني اكون عامل تخطيط بحيث اني اعمل ماتشينج من السبلاي والديماند كمان هون رح نتطلع عليه رح نتطلع على مصادر الطاقه زي ايش مصادر الطاقه شو في مصادر طاقه عندنا الطاقه الشمسيه مثلا اذا هون انرجي ريسورسز او انرجي سورسز Sources أو resources زي إيش؟ حكيتوا مثلاً solar إيش كمان؟ wind oil ممتاز oil gas مرات بنسميه fuel oil إيش كمان؟ geothermal خلينا بس نحكي gas في حد حكى gas natural gas الغاز الطبيعي في حد حكى زميلكم حكى جيوثيرمال ايش الجيوثيرمال من وين بجيب الطاقه هاي من حراره الارض من تحت سطح الارض هلا في لها انواع في شيء العميق وفي شيء اللي بيكون قريب من السطح في ديب جيوثيرمال وفي سب سيرفيس جيوثيرمال ايش كمان بايوماس بايوماس ممتاز مين اللي حكى بايوماس انا
تمام؟ إذا بايو ماس كمان هاي أحد كمان؟ نيوكلير علي صوتك، نيوكلير ممتاز. التيار المائي تايدل، تايدل مش هيك قصدك ولا قصدك السدود؟ السدود و تمام، هو في هايدرو باور، هايدرو باور اللي هي المي اللي بتكون نازلة من أماكن مرتفعة لأماكن منخفضة، هاي نسميها هايدرو باور. حتى بالنسبة للسدود في عند المضخات موجودات كمان، يجي الموجودات على مراكز التصريف تكون موجود عليها كمان هايدرو عشان توليد. تمام بالسد مش هيك؟ تمام ممتاز بالسد، بس في كمان غير الهايدرو باور. الويف. تمام، إذا في عندنا الويف إنرجي. كمان تايدل، ايش تايدل يعني؟ المد والجذر. المد والجذر تمام. كمان في نوع مهم ما ذكرتوه، كونفنشنال الفحم. الفحم، الفحم مشكلته ايش؟ مشكلته له اسم سيء، له سمعه سيئه. ليش؟ يعتبر غير صديق للبيئه لانه مخلفات الاحتراق تبع الفحم سيئه جدا، من ناحيه بطلع كبريت وبطلع مخلفات أخرى. إيش كمان؟ إيش طلع لنا أشياء؟ حكينا عن هايدرو باور، ويف إنرجي، جيوثيرمال، ناتشرال غاز، فيول أويل، بايوماس، نيوكلير. أظن غطينا معظم الريسورسز المختلفة اللي موجودة عندنا. تمام؟ إذا هذا الليرنينج أوتكم، إذا نتطلع نشوف مصادر الطاقة ونقارن مصادر الطاقة المختلفة ببعضها البعض. ونقارنها ونعملها comparison. comparison بدي أطلع أشوف كل واحد منهم إيش الـ advantages والـ disadvantages تبعته. وبدنا نتذكر إنه عندنا كلمة intermittent. وتذكروا هون ما عندي storage. هون أنا ما ماخذ بعين الاعتبار إنه عندي storage. ممكن مستقبلا يصير storage tool معين. بس أنا ما عندي storage. ولذلك لأنه ما عندي storage شو اضطريت أعمل؟ لازم يكون عندي perfect match ما بين الديماند والسبلاي. بدنا نشوف الميثودز اوف انرجي برودكشن سبلاي، كيف بولد الطاقه، والديماند اني افهم الديماند واطلع الديماند هذا كيف بده يزيد على فتره زمنيه. لازم يكون عندي دراسات كمان مش بس لبكره وبعد بكره، بده يكون عندي دراسات للسنوات القادمه عشان اخطط ايش بدي اعمل. اند ميثودز اوف انرجي برودكشن، هذا بشكل عام هو الليرنينج اوتكم الاول. الليرنينج اوتكم الاول اني افهم مصادر الطاقه اللي موجوده متوفره عندي، افهم استهلاكها، اماكن الاستهلاك، واهميه انه يكون في عندي ماتشنج ما بين الديماند والسبلاي. تمام، في اسئله عنها؟